طابت اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه، والتي نبداها كالعاده بالعناوين. مواطنون يتحدثون لصحيفه الايام: اشترينا قطعه ارض داخل قاعده الديلم الجويه وسنبدا البناء عليها. ومن المصدر اونلاين: الحوثيون يطيحون بوزير محسوب على صالح بعد ايام من تعيين وزير للداخليه. ومن الصحف العربية: خسائر الحوثيين تتوالى من الخوخة إلى شبوة. ومن البيان: عمره 6 سنوات ويربح 11 مليون دولار سنويا من يوتيوب. أهلا بكم. لم تعد المعتقلات والسجون في صنعاء كافية لاستيعاب نزلائها الجدد الذي تقوم جماعة الحوثيين باعتقالهم منذ مواجهتها الأخيرة مع حزب المؤتمر وقتلها لحليفها صالح، ولم تعد هناك خصوصية لأحد في المدينة حتى لو اعتكف في منزله. هذا مفتتح تقرير موقع الموقع بوس، والذي جاء بعنوان: زمن محاكم التفتيش الحوثية. ويضيف التقرير: وقع الحوثيون في فخ التسلط أسرع من المتوقع، ونجحوا بامتياز في بث الخوف والرعب في الشارع اليمني، وأصبح بإمكان صورة لعلي عبد الله صالح ترفعها على سيارتك أو تحفظها بهاتفك أن تقودك إلى أقرب معتقل للتحقيق. ويتابع الموقع اللون الأخضر لشعارات الجماعة يطغى على المجال العام، حيثما وقعت عيناك في شوارع وجدران صنعاء تراه بعد أن كان تعرض لعملية إزالة واسعة إثر إعلان صالح خطاب فك الارتباط مع الحوثيين. التطور اللافت والمقلق لكل سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين اليوم هو أن الجماعة لم تلتزم بأي مرجع قانوني أو حتى بالأعراف الاجتماعية السائدة في تعاملها. وهنا ننتقل إلى العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ومنها: نائب الزبيدي: أسرة صالح وأقاربه سيجدون في الجنوب كل الرعاية والحماية التامة. وأيضا عنوان: بن دغر يبشر اليمنيين بقرب النصر الأكبر بتحرير العاصمة صنعاء من صلف الميليشيا. وعنوان أيضا: استهداف رجال الدين يصل الضالع، مسلحون يغتالون شيخا سلفيا بمفرق الشعيب. ومن شبوة: الجيش يواصل عملية التحرير والمحافظ يشدد على حماية المواطنين في بيحان. وعنوان أيضا: التحالف يعلن عن تدمير ورش تصنيع صواريخ باليستية في صعدة. 7 سنوات إلا نيفا مضت منذ الصرخة التي أطلقها محمد البوعزيزي في تونس معلنا من دون قصد انطلاق شرارة الربيع العربي. هكذا بدأ الفلسطيني محمد أمين مقاله المشهور في العربي الجديد، مضيفا في أجزاء من المقال: في الذكرى 7 لربيع العرب يبدو واضحا أن ثورات المضادة لم تنجح بالإجهاز على حلم الشباب العربي وتطلعه نحو الحرية، على الرغم من القسوة التي انقضت بها عليه ولؤم من استعملتهم في سبيل محاربته. فروح الثورة ما زالت كامنة في النفوس على الرغم من الانطفاء المؤقت لوهج الميادين، ذلك لأنها سرت في عروق الشبان والشابات ومثلت تعبيرا صادقا وحقيقيا عن مطالبهم ونظرتهم إلى المستقبل. 7 سنوات مضت وحلم التغيير ما زال قائما، لأنه مشروع أصيل في من دثرت مشاريع واهية تسللت في لحظة فوضى وارتباك. اندحرت جماعات داعش وتهاوى مشروعها الظلامي غير مأسوف عليه، كما تراجعت وانكفأت تيارات أخرى انتهازية حاولت اختطاف الربيع. وأيضا وبالأهمية نفسها لما سبق، فقد فضح الربيع النخب الديناصورية التي انكشف زيف مناداتها بالديمقراطية عندما حاربوا نتائجها نكاية بخصومهم السياسيين وجاءوا بالعسكر. وحدهم شباب الربيع العربي بقوا هم الأصدق والأكثر حكمة وتضحية وإقدام. 7 سنوات عجاف ربما، لكن طريق الحرية والتغيير لم يكن يوما ممهدا بالزهور. فصراع التغيير دوما ما واجهه الطغاة بالدم والبطش والتآمر، في النهاية يرحلون هم ويخلد الثوار. وليس اللحظة الراهنة فقط، والمؤشرات كلها تؤكد حتمية انتصار شباب الثورة
ومحور التغيير، ليس لأن مطالبهم عادلة فقط، بل لأنها المخرج الوحيد لهذه المنطقة البائسة. أطبق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على بقايا ميليشيا الحوثي في محافظة شبوة، وبعد فشلها في التمسك بأي مساحات أقدمت على قصف محافظة أخرى، وعنوان موقع سبتمبر نت. الميليشيا تقصف قرى البيضاء بالمدفعية الثقيلة. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي قصفت القرى السكنية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقال مصدر محلي لسبتمبر نت أن الميليشيا الحوثية في مديرية الزاهر قصفت بالمدفعية الثقيلة القرى السكنية بمنطقة الحبج في آل حميقان. ويتابع الموقع، ويأتي قصف الميليشيا للقرى السكنية إثر تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على أيدي أبطال المقاومة الشعبية في جبهات الزاهر وذي ناعم وقيفة. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي أورد العديد من العناوين في صفحته الرئيسية، أبرزها: أسرة الرئيس السابق صالح تصل إلى عدن بعد مغادرتها للعاصمة صنعاء. وسياسيا، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الإصلاح عدنان العديني يقول: لم نقدم أنفسنا بديلا للدولة لدى الإمارات والتحالف. ومن الجوف: العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى بغارات للتحالف العربي ومعارك بالجوف. ومن المخا: مقتل 4 جنود حكوميين بانفجار عبوة ناسفة غربية محافظة تعز. وأخيرا أو آخر عنوان: الحوثيون يطيحون بوزير محسوب على صالح بعد أيام من تعيين وزير للداخلية. عن اليمن ومسار الحرب، تحت هذا العنوان كتب عبد الباري طاهر مقاله المنشور في العربي الجديد، وقال في أجزاء منه: في بداية الانقلاب استخدم صالح الحوثيين طاقية إخفاء له، وهو القوة الرئيسية في الانقلاب، لكنهم بعد الاستيلاء على الموارد وكسب ولاءات جزء كبير من جيشه وأمنه وأتباعه، أصبح هو طاقية إخفاء تخلوا عنها بالتخلص منه. لكن مقتله يضعهم طرفا واحدا في مواجهة الحرب وفي كل تلك المشكلات التي تبدأ ولا تنتهي، فوحدهم يتحملون مسؤولية معاناة الشعب والثبار الكريهة للحرب وما يترتب على الحصار من مآسي المجاعات الطاحنة والأوبئة الفتاكة وانعدام الخدمات وانهيار كل شيء. موته الحقيقي يوم قيل له ارحل، ويوم 24 من أغسطس الماضي لما انتظر مناصروه بالآلاف كلمة منه ضد الحرب وعن مرتباتهم المقطوعة منذ عام، فخذلهم بتكرار الدعوة إلى الحرب. وليس يوم القتل العمد إلا دفن الجثة ومواراة الجسد، وقد أحدث طريقة قتله تعاطفا شعبيا معه، لأن القتل يفتح الباب أمام ديمومية الحرب داخل الحرب، وربما حرب الكل ضد الكل. ويرى الناس في مقتله مزيدا من المآسي. مقتل صالح وبتلك الطريقة قلب المعادلة لاحتمال إطالة أمد الحرب وتعطيل مساعي السلام. فصالح على الرغم من أنه رجل حرب، إلا أنه بحكم خبرته الطويلة وعلاقاته بأطراف الحرب وبالأطراف الدولية يستطيع فتح قنوات وتقديم تنازلات، ثم إنه الأقدر على تقدير موازين القوى وتفهم الأوضاع السياسية والأبعاد الإقليمية. ولعل هذا سبب في إحداث حالة التعاطف والحزن الذي تركه مقتله. فأنصار الله ميليشيات مسلحة أكثر حماسة للحرب وأقل خبرة باتجاه رياح السياسة والحلول السلمية. تأكيدا لما نشر قبل أيام بخصوص بيع ميليشيا الحوثي لأراضي أشهر قاعدة جوية في صنعاء، نشرت صحيفة الأيام تصريحات مواطنين قالوا أنهم أصبحوا ملاك أرض داخل قاعدة الديلمية الجوية. وعنوانات الصحيفة: الحوثيون يبيعون أراضي قاعدة الديلمية العسكرية. وقالت الصحيفة: هدمت ميليشيات الحوثي أسوار قاعدة الديلمية الجوية شمالية صنعاء، ونهبت مساحات شاسعة من أراضي القاعدة، وفتحت مربعات سكنية بداخلها. وقال شهود عيان للأيام أن عشرات المواطنين اشتروا أراضي بالقاعدة بعد أن عرضت عليهم للبيع بمبالغ مالية تبدأ ب1,800,000 ريال للبنة الواحدة، وتحت ضمانات وتعهدات بفتح شوارع واسعة فيها. وأفاد مواطنون للأيام بأن الحوثيين أعوزوا لهم بالبسط على الأراضي، وبأن القاعدة الجوية سيتم نقلها إلى مكان آخر. وأكدت مصادر على فتح
3 مربعات سكنية بالقاعدة، وتم بيعها بشكل كامل بأسعار متفاوتة عبر سماسرة، وأن جميع المبالغ تذهب لمشرفين وقادة حوثيين. وشاهد مراسل الأيام قيام العشرات من المواطنين بالبناء، وآخرون أوشكوا على التشطيبات النهائية بالبناء في القاعدة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. تابعت صحيفة العرب الجديد الخسائر التي تتعرض لها ميليشيا الحوثي في العديد من الجبهات، وعنونت الصحيفة في تقرير ميداني: خسائر الحوثيين تتوالى من الخوخة إلى شبوة. وقالت الصحيفة: بدأ أن التطورات الميدانية يمنيا بدأت بمغادرة مربع الجمود عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء، مع إعلان قوات الشرعية تحقيق تقدم نوعي في أطراف محافظة شبوة جنوبي البلاد على حساب الحوثيين. وتضيف العرب الجديد: بعد نحو أسبوع من خسائر الحوثيين مناطق في الساحل الغربي، ارتفعت وتيرة الضربات الجوية التي يذهب ضحيتها مدنيون في أكثر من محافظة في البلاد. وخلال الساعات 48 الماضية أعلنت قوات الجيش اليمني الموالي للشرعية أنها حققت تقدما كبيرا في مديريتي بيحان وعسيلان، آخر مناطق محافظة شبوة الجنوبية التي كان الحوثيون مسيطرين على أجزاء واسعة منها. وأشارت مصادر محلية للعرب الجديد أن التقدم الذي حققته قوات الشرعية يوم الجمعة الماضي يقطع طريق التعزيزات عن الحوثيين في عديد من المناطق التي لا يزالون يسيطرون عليها، وسط أنباء عن تدمير التحالف بغارات جوية لتعزيزات استخدمها الحوثيون من محافظة البيضاء باتجاه شبوة. الانتبنتد نشرت موضوعا للصحفية ميلي شوغن من نيويورك بعنوان: مجلس الأمن يناقش قرارا يعتبر اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل باطلا ومنعدما. وتقول شوغن إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يناقشون مشروع قرار بخصوص مدينة القدس، يعتبر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بها أو بها عاصمة لإسرائيل قرارا باطلا ومنعدما، لكن المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض للفيتو لمنع صدور القرار. وتوضح شوغن أن مشروع القرار الذي تكون من صفحة واحدة يعتبر أن قرار أي دولة لا يكون له أي أثر إذا خالف قرارات المنظمة الدولية. وتضيف أن القرار ينص على مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للالتزام بقراراتها والحرص على استمرار الوضع الراهن للمدينة المقدسة سواء سياسيا أو ديموغرافيا. وتشير أيضا شوغن إلى أن مشروع القرار يؤكد أن أي قرارات منفردة تشجع على تغيير الوضع الراهن في القدس تعتبر لاغية ومنعدمة الأثر في حال كانت مخالفة لقرارات مجلس الأمن السابقة. سيكولوجيا سياسية عنوان لمقال كتبه خير منصور في صحيفة الخليج، تابع فيه مسيرة الديمقراطية وما قد تحدثه أحيانا من مشاكل ومنغصات. وقال منصور: غرابة الأطوار بالنسبة لزعيم سياسي عبر التاريخ ليست استثنائية إلى الحد الذي يكرس القاعدة الذهبية،
والديمقراطية وصناديقها لم تكن على الدوام خيرا خالصا وعميما لمصلحة البشر. فهناك صناديق انتخابات عرفها الغربيون في القرن العشرين كانت أشبه بما يسمى صندوق باندورا المملوء بالشرور عند قدماء اليونانيين، وهناك طغاة ومستبدون وساديون قفزوا من الصناديق ودمروا بلدانا وتسببوا في قتل وإبادة ملايين الأبرياء. وربما لهذا السبب قالت تشرشل عبارته الشهيرة عن الديمقراطية باعتبارها شرا لا بد منه، على طريقة ما قاله الروماني شيشرون عن الزواج. وقد يكون الجنرال ديغول ممن أدركوا أن الصناديق وحدها لا تكفي، لهذا لم يقبل بفوز عادي تجاوز 60% من الأصوات وقرر الاعتزال. وتاريخ الولايات المتحدة في النصف الثاني من القرن العشرين على الأقل وحتى العقد الأول من هذا القرن أعاد طرح سؤال الديمقراطية على استحياء، لكن سرعان ما طفت على سطح المشهد السياسي في أمريكا ظواهر غير مسبوقة، منها نزعة التمرد والانفصال لدى بعض الولايات ومنها كاليفورنيا لأسباب ذات صلة بالديمقراطية وإفرازاتها. وهناك من يعتقدون في أمريكا أن الديمقراطية ليست مقيدة فقط، بل هي داجنة ما دام هناك موروث من الأعراف كالامتيازات غير المدونة التي ينعم بها الواسب من أصول أنجلوسكسونية، وإن كان فوز أوباما أشبه بجملة سمراء معترضة في بيت شديد البياض. احتفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية الأسبوع الجاري بعيد ميلاده 40 كما تقول القدس العربي، بالقرب من قصر شامبور حيث عاش الملك فرانسوا الأول، في خطوة رمزية حساسة أثارت انتقادات لرئيس الدولة الذي يوصف بأنه رئيس الأغنياء. وقالت صحيفة لانوفيل ريبو بليك المحلية إن ماكرون الذي سيبلغ 40 من العمر الخميس سيحتفل مساء السبت بهذه المناسبة في إحدى قاعات القصر الذي يعد من روائع الهندسة المعمارية في منطقة لورا. وأكتفى مكتب الرئيس بالقول أن الرئيس وزوجته بريجيت يمضيان عطلة نهاية الأسبوع بصفة خاصة في منطقة لورا آيشير المجاورة لقصر شامبور على نفقته الخاصة. وذكرت وسائل إعلام عديدة أن ماكرون يقيم في بيت قديم في الغابة يسمى ميزون دي ريفيكلتير ويقع في قلب الأراضي الملكية على بعد أمتار عن القصر. وأبدى ماكرون تماسكا كبيرا بالرموز منذ وصوله إلى الرئاسة التي دشنها بشبه عرض مسرحي أمام هرم اللوفر في باريس، فيما رأى فيه معارضه طابعا ملكيا. عمره 6 سنوات ويربح 11 مليون دولارا سنويا من يوتيوب، كما أوردت صحيفة البيان والتي أضافت بأن طفلا لم يتعدى عمره 6 أعوام حل في المركز الثامن في قائمة أصحاب أكبر أرباح على موقع يوتيوب، حيث بلغت أرباحه 11 مليون دولار خلال العام الماضي فقط. وقالت الصحيفة أو صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إن الطفل ريان الذي لم يتم الكشف عن لقبه أو محل إقامته حقق أرباحا خيالية مقارنة بعمره، وذلك من خلال تقديمه لمقاطع فيديو على قناته الخاصة على موقع يوتيوب. وحصلت قناة الطفل ريان على يوتيوب على ما يزيد على 10 ملايين مشترك، وذلك بعد أن حققت مقاطع الفيديو الذي يقدمها مشاهدة كبيرة وشهرة واسعة خاصة بين الأطفال، ويقدم فيها تقييمات وعرض لألعاب الأطفال بمختلف أشكالها وأنواعها. قالت صحيفة عكاظ إن الجهات المعنية في الحرمين الشريفين منعت التصوير في الحرمين الشريفين تعظيما لشعائر الله واحتراما لمشاعر الحجاج والمعتمرين والزوار، وألزمت أصحاب محلات الحج والعمرة بتوعية الحجاج والمعتمرين بهذه التعليمات التي تأتي ضمن خطط الجهات الأمنية والتنظيمية في الحرمين لتهيئة المناخ التعبدي لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي. وذكرت مصادر عكاظ أن القرار جاء لما يسببه التصوير داخل وخارج الحرمين الشريفين من تشويش وإثارة المشاعر كثير من مرتدي الحرمين، ما يستوجب بحسب صحيفة عكاظ تجاوب قاصدي الحرمين الشريفين مع قرار المنع الذي يشمل الكاميرات العادية أو التلفزيونية أو الفيديو، مع التنويه بأن مخالفة هذه التعليمات ستؤدي إلى مصادرة فيلم المادة المصورة وآلة التصوير إن لزم الأمر. نستمر من استمرار المظاهرات في فلسطين الرافضة لقرار ترامب بنقل عاصمة الاحتلال الإسرائيلية إلى القدس
إلى بعض الصور المعبرة عن جمال الطبيعة وسحرها، وصولا لمظاهر تعبد المسلمين في العالم بصورة محترفة. كانت جولة صحيفة الديلي تلغراف لهذا اليوم، نتابع بعض هذه الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، ونترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير. We'll be right back.